احنا معانا على التليفون دكتور اشرف سنجر، استاذ العلوم السياسيه بجامعه بورسعيد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. ازاي الصحه؟ بتكلمنا من امريكا مش كده؟ يس، من الولايات المتحده. نعم. طيب، هايل جدا. دكتور اشرف، يعني ازاي شفت النهارده اطلاق مصر لاستراتيجيه حقوق الانسان وكلمات الرئيس، الامور اللي ركز عليها وهي المتعلقه بمساله الدين والطائفه وعدم فرض الثقافات وعدم التدخل في شؤون الاخر على حسب معتقده، وفي نفس الوقت عدم فرض ثقافه على المجتمع؟ حقيقه يعني كان الواحد اليوم امام نقله جرأة في الطرح من فخامه رئيس الجمهوريه، وهو عودنا على هذه الامور التي تحتاج الى بناء مصر وبناء الدوله، عدم التردد واتخاذ القرارات الحاسمه، وده بيرجع الى قناعته وتفكيره السابق المتأني حول الخطوات المهمه لبناء الدولة المصرية الحديثة، وبيؤكد إخلاصه وحبه لهذا الوطن ولهذا الشعب المصري الجميل. المبادرة والاستراتيجية هي طبعا لخصت نقدر نقول 7 سنوات من جهد شاق طرحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل مصر وخارج مصر. يعني مبادرات تحدثت عن حقوق الإنسان بشكل كامل، تحدثت عن المرأة المصرية وحقوقها، عن الطفل المصري وحقوقه، عن الشباب المصري وحقوقه. يعني النقاط اللي طرحها كمان فخامة رئيس الجمهورية في خطاب اليوم وورش العمل التي استكملت يعني توسيع قاعدة المعرفة والفهم، خلتنا يعني نحاول نعيد كلام فخامة رئيس الجمهورية مرة واثنين وثلاثة لكيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية. ودي نقطة هو برضو أكد عليها، بمعنى الخوف دايما في أن الفاشل في أداء مهمته بيحقق نفس الأسف اللي ممكن يحققه الفاسد لتفتيش المهن. احنا المهم كيفية الآلية التنفيذ وكيفية ان انت يعني تقوم وتفكر كيف تنفذ ما اشار عليه رئيس الجمهورية، لان طبعا حضرته بيروح طبعا في اشرافه على البناء والتوجيه طبعا لا يمكن ان يكون موجودا في كل قاعة درس وفي كل غرفة يرشد المصري او المصرية ما يجب عليه ان يعمل لإنجاح هذه الاستراتيجية. وهذه الاستراتيجية أنا بعتبرها هي مسؤولية تقع على الرئيس وتقع على المواطن، بمعنى أن مصر الآن تحتاج إلى هذا التفاعل الملهم من الرئيس إلى شعبه، بمعنى كما هناك التزام أخلاقي بدفع الضرائب واحترام اسم مصر خارج مصر، يجب علينا كمصريين أن نتحمل هذه المسؤولية الجديدة، لأن احنا أمام تحديات تأتينا تيارات في بعض الأوقات سيئة وردينا من الخارج لانتقاد كنا في السابق غير قادرين على الرد، وكنا يعني نلتزم الصمت. ولكن اليوم مع بناء المؤسسات المصرية القوية الآن السياسية والدستورية والالتزام بالقانون، نستطيع أن نتحدث عن حقوق إنسان مصري حينما يواجه بتحدي عن إرهابي أو قاتل أو متاجر بدم يتمسح في الأمريكيين وفي غرف الكونغرس وفي الاستماع وينقلهم صورة خاطئة عن مصر، ونصبح غير قادرين على الرد. طيب، هناك شعرة فاصلة في هذا الشأن. طب دكتور أشرف، ده بيخليني هنا أسأل على مسألة صدى هذه الاستراتيجية أو إطلاق هذه الاستراتيجية على المجتمع الدولي، يعني على أمريكا، على أوروبا، وفي ظنك، يعني احنا لسه هنشوف هذه الأصداء، لكن في ظنك كيف سوف يستقبلها المجتمع الدولي؟ هي سوف تكون كرة ثلج تكبر يوما بيوم بعد يوم. انا كان عيني النهارده قوي وانا في واشنطن، يعني ان انا ببص على الأمم المتحدة، طبعا تصريحات إيجابية من منظمة دولية، المعايير الموضوعية واضحة جدا لديها، أكثر من النظر إلى عواصم محددة عالمية
يعني في بعض الأوقات بتكون حقوق الإنسان ورقة من أوراق ضغط السياسة الخارجية. طيب. في بعض الأصوات سوف أيوة. تصمت، كانت يعني مرتفعة، كان يعني مثلا في صوت في الكونغرس من ميتشيغان، في صوت من الكونغرس مثلا من فيرجينيا كانت بتقدم يعني دعما للتيارات الرديئه المناوئه للدوله المصريه من واشنطن. هذه الاصوات ربما تسكت لانها لن تكون هناك لن يكون لديها حجه ممكن ان تستندوا عليها في تقديم النقد من الاداره المصريه او استخدام ورقه حقوق الانسان مره اخرى. وفي اصوات طيبه جميله في الولايات المتحده، ترى في الشراكه المصريه الامريكيه شان مهم للامام، وفي موقف مثل هذا يعني في تحليلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستبني للخارجية المصرية أرضا راسخة ثابتة مع الخارجية الأمريكية ومع دول كبيرة لها مصالح في أن تكون مصر على علاقة طيبة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا معها. ولا ننكر الاعتماد المتبادل بين الشعوب ودول العالم الآن، فظني أن هذا الأمر سيكبر في المستقبل ويزيد، وخصوصا ان هناك فتره انتقاليه لاكتمال هذه الاستراتيجيه بخمس سنوات ستكون قد اكتملت يعني ابعادها السياسيه والقانونيه والتشريعيه، ويكون الشعب المصري بجامعاته ومعاهده قد استطاعوا ان يعلموا ويقدموا مزيدا من التوضيح الذي كان يعني واضحا في مبادرة واستراتيجية الرئيس اليوم في عطاء طبعا انطلاق هذه الاستراتيجية من العاصمة الإدارية، عاصمة الجمهورية الجديدة التي تبني لمصر دولة عظيمة وتكبر بين دول العالم. فعلا إحساس جميل جدا يعني في أمريكا الآن أن ترى دولتك ورئيسك يقدم نموذجا للمعايير العالمية كي نكون رأسا برأس وليس أقل من أي دولة في العالم، نتحدث عن ديمقراطيتنا وعن قانونيتنا وعن دستورنا وعن رئيسنا. هذا أمر رائع يعني. طيب هنا دكتور يعني أشرف جميل. هنا هيبقى عندي سؤال بعد إذنك أيضا، ألا وهو أنه الرئيس ألمح أكتر من مرة على أنه يجب على العاملين بمجال حقوق الإنسان داخلا أو خارجا بالتحديد يمكن أو بتركيز أكثر كان على الخارج أن يستوعبوا حجم التحديات التي تواجهها مصر عند مناقشة مثل هذه الملفات. فإلى أي مدى العالم مستعد لاستيعاب حجم التحديات المصرية، وفي نفس الوقت إحنا بنطلق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ونعلن عام 22 أنه عام حقوق الإنسان في مصر؟ وطبعا كلام حضرتك دقيق في النقطة دي، وترجم حقيقة ما عرضه الرئيس اليوم في افتتاح ومبادرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هو طبعا مسؤوليات المهتمين بحق الإنسان، هو الإنسان محور طبعا هذه الحياة، محور لكل دولة تسعى إلى حماية مواطنيها وبناء إنسانها وبناء صحته وتعليمه. هذا أمر مهم. الفيصل في هذا الأمر هو كيف لنا أن نترجم هذا إلى العالم ونترجم هذا إلى الشعب إلى المواطنين، بمعنى أن الذي يأخذ على عاتقه فكرة تحمل مسؤولية العمل العام أو أن يقدم نفسه إلى العمل العام يجب أن يبعد عن أنانيته الشخصية وأن يفكر كيف أن يساعد وطنه ودولته. وهذا ما حاول الرئيس أن يوضحه أكثر من موقف، يعني على من يشتغل بالعمل العام في الإعلام في الجامعات في مراكز الفكر والتنوير والأحزاب السياسية أن يكونوا ملتزمين بالقانون والدستور، وأن يوضحوا ماذا يعني استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تستطيع مصر أن تقدم نفسها للعالم. هذه على فكرة بتطرح نقطة مهمة جدا، الدول بتقيس بعضها بأرقام ومعايير وبتقدم في معايير حول حقوق المرأة حقوق الطفل حقوق الإنسان. هذا بيشجع على فكرة الاستثمار، بيشجع التجارة قطع. يعني بيعطي الثقة من المؤسسات الدولية
لأن مصر دولة القانون والدستور ودولة حامية للحق الإنساني، وتستطيع مصر بهذه المؤسسية كما أشار الرئيس أنه يعني طبر واستحمل وبنى بكل ما يملك مع شعب مصر بمؤسسات مصر الدستورية والشيوخ والنواب واللجنة العليا للانتخابات، كل هذه الأمور أعطت المبادرة والاستراتيجية اليوم كيانا قويا أمام المصريين وأمام العالم. أنا في ظني هذه يعني نجاحة من نجاحاته طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما عودنا دائما على أن يقدم لمصر والمصريين ما كل غال وثمين في مبادراته. صحيح. وعلى فكرة هو كان يملك أن يدير هذا الموقف بنفسه، يعني الدستور يعطيه هذا الحق، ولكنه أعطى نموذجا لحق الإنساني لأنه أعطى للمصريين وللآراء وللمجتمع المدني وقادة الفكر والرأي فرصة أن يتحاوروا وأن يقدموا ما لديهم، ودعوة الصحفيين والكتاب، يعني هذه أمور بتدي نمط للحكم. ودي مجرد خطوة أولى الحكم. كمان يعني لازالت هناك المزيد، بل عشرات أو مئات وقد تكون ألاف الخطوات في إطار أنه إحنا نفعل هذه الاستراتيجية الوطنية. ما حدث الآن هو إطلاق الاستراتيجية، هذه المناقشة التي حدثت النهاردة هي مناقشة افتتاحية وليست المناقشة الأولى والأخيرة. أنا بشكرك جدا دكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد ومحدثنا من واشنطن دي سي الولايات المتحدة الأمريكية.